النهارده معانا السي ال اي بتاعت 24 الفيس ليفت، حصل فيها كام تغيير من قدام ومن ورا وحبه تغييرات صغيره كده من جوه حلتها اكتر واكتر. تعالوا نشوف ايه حكايتها، يلا بينا. بالنسبة لتمن العربية دي سي ال اي 200 ال اي ام جي باك، تمنها 3450. مواصفة العربية اكيد مش اول سي ال اي على القناة، كنا لسه عاملين النسخة ال اي ام جي ال 45 اس 4 ماتيك السريعة جدا. طول العربية ما حصلوش حاجة، مازال اكتر شوية من 4.6، قاعدة العجلات اكتر شوية من 2.7، وهنا الموتور هو هو بالظبط ال 1332 سي سي، الاربع اسطوانات، التربو اللي بيولد في حاله ال 200 161 حصان و 250 نيوتن متر، واصلين على ناقل الحركه الجات راج السبع سرعات الديور كلتش، بيدفع العجل الامامي. التعليق بتاع العربيه الامامي ماكفيرسون، والخلفي هنا منفصل مالتي لينك. طيب ايه التغيير اللي حصل في العربيه؟ زي كل الفيس ليفتس بيغيروا البلاستيكات، يعني الحته دي كلها اتغيرت في العربيه. بصوا الحته دي اتغيرت من هنا، واخدين بالكم، وبقى فيها حبه حركه من هنا، وبرضو مازال عندي فتحة هنا لتعدية الهواء، ولكن من هنا برضو الحتة دي اتغيرت، يعني الاصطدام الأمامي كله اتغير بس التغيير مش كبير. ومازال عندي النجوم لأن دي الـ AMG والخط الوسطاني، وعندي كاميرا أمامية، العربية فيها كاميرات 360 واضح وطبعا حساسات، ولكن من فوق من الكبوت المعدن والحتة دي كلها ما اتغيرتش، مازال عندي الباور دومز اللي بحب شكلهم قوي. نيجي على اكبر تغيير في العربية، ايه؟ الانوار. الانوار اتغيرت خالص، الجرافيك بتاع الانوار كله على بعضه اتغير، وال اي دي، وبصوا على منظرهم كمان كلهم على بعض كده، المنظر طبعا احسن واحدث. الموتور هو هو مفيش اي تغيير زي ما قلنا. استنوا بقى، ايوه 1332 سي سي، اربع اسطوانات على مساعدين طبعا مرسيدس، بيدفع العجل الامامي من خلال الحركه السبع سرعات ديول كلتش من جات تراج. بيقول العربيه بتتسارع من 0 ل 100 في 8.9 او 8.5 حاجه كده، هنجرب طبعا، كنا جربناها هنشوف لو حصل اي تغيير، بس ما حصلش اي زياده في القدره، مازال 161 حصان و 250 نيوتن متر. موتور ظريف ولذيذ من الجنب، مفيش تغيير، نفس الكوبي لاين الجميل. وعشان تبقوا عارفين السي ال اس وقفوا انتاجها، لكن السي ال اي ما زالت ناجحه قوي، اللي هي زي الميني سي ال اس، ناجحه وارقامها كويسه في المبيعات عشان كده مكمله. السي ال اس هي للاسف ما نجحتش الاكبر، كنت عملت لها برضو ريفيو. تعالوا نبص على الكاوتش، طبعا هنا واخده الاي ام جي باك، فعندي الجنط اي ام جي، وكمان الفرامل كروس دريلد وعليها اي ام جي، والجنط برضو شكله حلو، الريش مقاسه 225/40/19، مقاس عدواني شويه، والعربيه اصلا ما هياش عاليه قوي من الارض. والجنب هنا اعتقد في تغيير صغير جدا بس يعني مش ملحوظ، ولكن مازال الخط بتاع الكوبي لاين، وطبعا البيبان الكوبي، وهنا الازاز سنجل، فما فيش تغيير في الحته دي. من الظهر لو بصينا على العربيه، من الظهر شكل الاناره نفسه ما اتغيرش، ولكن من جوه اتغيرت برضو وبقى شكلها يعني احدث شويه. ومن هنا الاكسدام ده برضو اتغير، بقى داخل اكتر شويه من جوه، تغيير صغير جدا. والديفيوزر بقى احد شويه برضو، تغيير صغير قوي لازم تلاحظه، مع طبعا الفتحات الشكمان الكومبليتلي فيك في العربيه، بيحبوهم قوي قوي ما بطقهمش الصراحه. وطبعا من هنا تفتح الشنطه، ولو بصينا على الشنطه، الشنطه زي ما هي، في ارقام بتقول 440 لتر وفي ارقام بتقول 460، انا مصدق انها 460، فيها حته نازله طبعا. ومن هنا عندي العده بتاعت النفخ، اوكي، ومن هنا عندي تقسيم الكراسي زي ما انتم شايفين بكل الحركات الممكنه، واماكن تثبيت هنا وهنا وهنا في كل حته. يعني شنطه معقوله، ويمكن دخلتها هي اللي مش سهله قوي بس عشان الكوبي لاين بتاع العربيه. بصوا انا سايب الكراسي زي ما هي، معرفش وضعها ايه بس هنجرب. اوكي 2 متر 720، دي قاعده العجلات ما اتغيرتش طبعا، عربيه ضيقه من ورا، وقلنا نفس الحكايه دي قبل كده. الكرسي ده راجع شويه، يعني ممكن اطلعه يبقى عندي شويه مساحه اكتر، لكن المكان مزنوق شويه عشان يعني الكوبي لاين اللي نازل قوي طبعا، وانت طالع هتخيش. على الاقل عاملك الفتحات دي هنا عشان ايه، يعني تبقى عندك شويه هواء، مش ان انت هتشوف حاجه مهمه قوي.
بس الكراسي نفسها كبيره قوي، كانت عايزه كراسي ارفع بكتير عشان اللي قاعد ورا، بس هي مش مقصود قوي اللي يقعد ورا. من هنا عندي نفق كبير جدا، مخرج يو اس بي سي واحد، ومخرجين هنا للتكييف اهم لزاز قوي. اوكي هنا عندي شبك، هنا عندي اوكي الكاب هولدرز الشيك، دول شيك قوي حلوين لان هما منفصلين كمان، بحب دول قوي، ما كنتش متخيل كده. ولكن بصوا برضو عاملين الكراسي اكنها 2+2، يعني اكن الكرسي ده منفصل، وهنا بالبرتقاني المحمر مش عارف اللون ده ايه بالظبط يا جماعه، بس اللي هيقعد في النص طبعا هيتضايق شويه، هيتضايق قوي، والتعديه مش سهله. يمكن الكرسي ده معبر اكتر عن المسافه عشان حاسس ان ده راجع قوي، ده في وضع القياده بتاعي كده احسن شويه، عندي مساحه اكبر، ولكن لو رجعت الزاويه برضو هيتعبني شويه. ولكن الكرسي عالي نسبيا، ممكن انزل رجلي تحته، وكان يعني صغيره من ورا، احنا عارفين الحكايه، انا مش عارف ليه بزود معاكم في الحته دي. والخروج مش سهل قوي كمان، لكن لو بصينا على الباب او الماتيريالز فعندي جلد وفي خياطه، هنا برضو جلد، هنا المساحه صغيره تاخد ازازه صغيره، ولكن الاحساس والملمس يعني جامد وصلب كالعاده. ولو اتفرجنا على العربية من قدام، فعجلة القيادة الـ AMG بحبهم جدا طبعا، دول كاباسيتيف تاتش. في ناس بتتضايق شوية من الحركة دي، ان انت ممكن تلطشها بالغلط هنا يعني، وتبتدي تعك اللي بيحصل في السيستم لانه تاتش، ولكن في كليك بتسمعها. كنا استعرضنا النظامين، اوكي في عندي بادل شيفترز من هنا ناقل الحركة من هنا، والمساحات طبعا من الناحية التانية، والشاشتين الملضومين في بعض، ومن فوق عندي فتحة سقف صغيرة هما بيعتبروها بانورامية، وانا التحكم فيها، والانوار الـ LED، ومن هنا المراية طبعا الكترونيك، تعتيم الكتروني. العربية فيها بلايند سبوت كمان. هنا ده تغيير، واخدين بالكم الحتة دي، ما بقاش عندي التراك باد اللي كانت موجودة هنا زمان، شالوها لان ما كانش ليها لازمة، الناس كلها بتستخدم التاتش. ومن هنا بقى عندي الانماط دايناميك سويتش اون فيكل عشان اشوفهم، ونظام الكاميرات والصوت تعليته وتوطيته من هنا، ممكن كده اعمل ميوت للنظام. بقى عندي حته فاضيه كده يعني تحط فيها معرفش ايه، مش هتاخد تليفون كمان، بس اهو مساحه فاضيه تستغلها. مازال هنا عندي مكان تخزين صغير في مخارج يو اس بي سي، ومن هنا مازال عندي الحته دي اياها برضو مكان لتليفون، واتنين كاب هولدرز، وبرضو مخرج يو اس بي سي ومخرج 12 فولت عادي. من هنا الزراير بتوعه التكييف اللي انا بحبهم جدا، الماتيريالز طبعا كلها كويسه قوي، والحته درج التابلو مش صغير. من هنا عندي انوار بتفتح، اوكي المواد كلها حلوه قوي، بس عجله القياده يمكن هي احلى حاجه في الحته دي، وان هم استغنوا على الحته دي، بس كانوا ممكن كبروها شويه، ما اعرفش، تحس ان هم كده ايه، قال لك شلنا الماوس باد وخلاص يا جماعه. اما بالنسبه للشاشه ام بي يو اكس انتوا عارفينه كويس جدا، السيتنجز بتاعت العربيه فيها اكتف بريك اسيست، وفيها اي اس بي، واكتف لين كيب كمان، وبلايند سبوت زي ما انتوا شايفين في الحته دي. اوريكم الكاميرا الرجوع، كاميرا الرجوع عندي 360، والكاميرات نقائها كويس جدا كمان، ممكن اغير الزاويه. اوكي استجابته كويسه قوي، نظام سهل قوي الاستخدام، والنقاء بتاعهم حلو جدا، وده جي بي اس بيست بوزيشن انا اثبته عشان يشغله لي في اي حته انا فيها. نرجعها بارك تاني، نشوف بقيه السيستم احنا عارفينه كويس قوي. برضو في الكمفورت اللي هي الحته بتاعت السيت كاينتكس، تفضل تحرك فيهم كده زي المساج، والامبيانت لايتس كالعاده بتاعتهم، والانفو بتاعت العربيه، الاستهلاك، الفييكل، التسارع، وريتها لكم قبل كده في كذا واحده، والحته دي لذيذه يعني لو عايز تشوف عدادات وبتاع واداء. تيجي بقى على الشاشة التانية اللي جنبك من هنا، فزي ما احنا عارفينها برضو كالعادة في الحتة دي، ادوس هوم، بغير، وطبعا المنظر بتاع سبورت، استنوا بقى ندوس هوم تاني، وندوس اوكي على سبورت. بحب قوي العدادات بتاعة سبورت دي، يمكن احلى عدادات في العربية، واستعرضناها قبل كده كذا مرة. تعالوا نجرب السي ال اي بتاعة 24، فيها لين كيب، وانا حاططها في المود الرياضية على طول. ايوه قارت الشارع وعلى طول اتدخلت، نديلها الاشارة. اوكي مش عارف ايه اللي شغل مساحة يا جماعة. دي غلطة مني انا. اوكي كنت احب اشوف شوية هورس باور انكريس، يعني كتير قوي من الفيس ليفتس بتشوفوا بيزودوا شوية، بس الموتور ده ال 1332 سي سي بالظبط جايب اخره،
و250 نيوتن متر مع نقل الحركة السبع سرعات الديور كلاتش. العربية فيها ديفرنشل ذكي، لكن طبعا لو زقتها زيادة هتلاقي انها عايزة ايه تاندرستير كالعادة، ولكن معمولة كويس. والاي ام جي باك دي غالبا بتنشف السسبنشن شوية، التعليق انشف، ويمكن الفرامل تبقى احسن شوية، انها كروس دريلد اكيد برضو ممكن تبقى احسن. مش ان الاداء مبهر يعني، ما هو 0-100 في اقل من 9 ثواني او 8 و7 8 ونص، واللينكي بشغال على طول، بس المكان اللي انت قاعد فيه حلو جدا. وعجبني الزرار بتاع دايناميك ده على طول، ان هو زرار كده واضح وسهل قوي. كتير من المصنعين ابتدوا يرجعوا تاني للزراير بعد ما يعني المستهلكين نفسهم زهقوا من كتر الزراير التاتش، بالذات لأنظمة التكييف، ودي ما اتغيرش فيها حاجة، ما زال فيها نفس الحكاية. لكن طبعا برضو البروفايل بتاع الكاوتش الرياضي حلو في الملفات، والديول كلاتش سريع في الاستجابة في المود الرياضية، يعني هو صاحي صح صح. ساعات المصنعين بيكونوا بيعملوا تغييرات من غير ما يقولك عليها، مثلا هو يكود الجير بوكس اسرع شوية، دي حاجات بتبقى داخلية. في المطبات التعليق ناشف شوية شوية، مع انه العرض فايدها، عرض الكاوتش البروفايل حلو. اوكي، العربية فيها اداء كالعادة، ومسحوبة قوي وبتتزفلط في الهواء، فيها اداء اكيد يعني. وبالنسبة للموتور ده فهو يعني اداء جيد عليه قوي. طبعا احنا كنا جربنا ال 45S لو فاكرين، اللي هي ال 420 حصان، فرق كبير قوي في الاداء، بس دي للاستخدام اليومي كويسة جدا. وعزل الصوت يعني عند ال 180 سرعات العالية مش كويس، بس ده متوقع لانه برضو الإزاز مش دبل، بس المواد كويسة. لكن عند السرعات الطبيعية اللي هتسوق بيها لا، الكابينة ساكتة خالص، مرسيدس وعجلة القيادة ملمسها حلوة قوي، بحبهم قوي الـ AMG، تخان كده وتحس ان انت ماسك، يعني تحس ان انت في عربية قيمة. اوكي، تعالوا نجرب التسارع ونشوف هيحصل فيه ايه. ما فهمتش هي قالت ايه الصراحة، بس احنا برضو هنجرب التسارع ونشوف هيحصل فيه ايه. تعالوا نجرب التسارع، ديول كلتش ومفيهوش لونش كنترول. تمانية 82، هما كانوا بيقولوا ما بين 8 و5 و8 و9. هنعمل تجربة تانية وقفلت الثبات، ويمكن يكون فيها لونش كنترول. عملت لونش كنترول فعلا. بس فركت، هيطلع رقم اوحش غالبا، احسن شويه 8.63، بس فركت. ده انا عايز اعمل تجربه كمان بقى، كمان ثالثه. التجربه الثالثه والاخيره، العربيه طلع فيها لونش كنترول فعلا، وبتعمله زي اي مرسيدس، بس لازم تبقى قافل الثبات، قافل الثبات ورجلي الشمال على الفرامل، واليمين بتسمح لي ان انا اراف العربيه، واخدين بالكم؟ اوكي، وبتعمل تسقيط للكلتش فعلا، المرة دي هتبقى احسن كمان، مش مفركتش خالص. هل هنشوف 8 وحاجة؟ 8 ثواني بالظبط، ده احسن من رقمهم. لا، يبقى ده فولها لونش كنترول، بتهيألي ما كانش موجود في اللي فاتت، حسنا عن رقمهم بكتير. وزي ما شفتوا حسنا عن رقمهم الرسمي جدا، 8 ثواني، هما بيقولوا 8 و5، قريت حتى 8 و7، يعني رقم تقريبا شلنا ثانية من التسارع. العربية فيها لونش كنترول وبتعمله كويس، بتدمبر كلتش على حوالي 2200 لفة، وبتسمح للديور كلتش ان انا اعلي عليه الرابز وانا دايس رجلي على الفرامل، بس مجرد ما تقفل ESP زي اي مرسيدس، يعني ESP وسبورت مود وبتنطلق، وعملته كويس جدا. فدي مفاجأة، ما تهيأليش CLA قبل كده كان فيها لونش كنترول، ولكن احب لو حد عنده السي ال اي اللي قبل الفيس ليفت 200 اي ام جي برضو، نشوف لو فيها لونش كنترول يجيبها لي ونجرب. اكيد يمكن يبقوا عايزين ايه، يشوفوا لو العربيه بتجيب ارقام احسن من نفس المكان طبعا بالظبط.
فالاداء بتاع الموتور كويس قوي والكلتش ظريف وكله. الحاجه اللي يمكن ما عجبتنيش ان اثناء القياده اللين كيب اللي هي بتحافظ على الحرق حتى على السرعات العاليه اللي فوق ال 150 و160 تلاقي بتتدخل، ودي مش حاجه حلوه قوي. المفروض الانظمه دي بعد سرعات معينه تفصل لانها ممكن تبقى ايه اخطر شويه وتقلقك. ده رايي، وفي فعلا عربيات بتعمل كده وفي عربيات ما بتعملش كده. لكن هل غيرت رايي في السي ال اي؟ ما زالت جميله، ادائها حلو جدا، في الملفات كويسة، الديفرنشال الأمامي يعني بيلم الدور لحد كبير، والبروفايل والاي ام جي مخليها منظرها رياضي جدا وكله يعني حلو جدا، بتدبدب شوية وممكن تاخد بالك من البلالين، لكن برضو التعليق ما هواش مبالغ في حدته قوي. اوفرول عربية بحبها جدا وازدادت جمالا مفيش شك، وبحتة اللونش كنترول دي 8 ثواني شكرا مرسيدس، عايزين جايزة. بس كده، لو عجبكم الكلام ده اعملوا لايك وسبسكرايب ونتقابل في العرض القادم. سلام.